اهلين وسهلين وصباح الخير، دايري لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ مرحبا بكم في فلوغ جديد. اليوم انا ما يمكنش يا ناس، حسنا فايقه الصباح مع السبعة تاع الصباح، راه ما يمكنش، ما مولفه ليش وما متحفظش عليا مولفه سمعت واحد كالناس ماشي كنفيق. فالبارح واخا مشيت نواره عطاتني كاس قهوه، بقيت كاس قهوه كيزيد يصحصحني، فكان فيا الموت تاع الناس. من جيت للدار بقيت جاني الناس، بقيت نحسح الناس، فواخا هكاك نعس وفقت اليوم مع السبعة تاع الصباح. صبحت الصراحة فايقة، الآن عندي شغل، عندي الخدمة، كتكون عندي الخدمة ضروري خصني نفيق بكري، ضروري خصني نوجد أموري، نوجد أغراضي تاع الخدمة وكل شيء. فإن شاء الله دابا نمشي ندير، يلا عيط للسوبر ماركت جاب لي دابا حليب، ندير كويس قهوة ونهضر معكم في واحد الموضوع وغنصدى. يلا معايا شربي داك القهوة، أنا راسي دارني وكنحس بحالي خاصني نكون عليز ونكون مركزة قد أمور وخدمتي واجي كيقولك فيق بكري. كملوا البنات من عندكم، يلا معايا. باش نخلقوا الجو ديال الفطور وزعما راني فايقه بكري ونايضه نفطر زعما كوجد، اما انه ما كنفطرش نكون معكم صريح. زيت الزيتون البنات الله يخليكم راه ديال المغرب، راه واعر، جابوا لي الصراحه من المغرب فن. شوفوا الحلوه عندي بلاطو تاع الحلوه هذا، والله ما كناكل كناكلش انا الصراحه داكشي كويس. قهوه وخبز انا عندي، انا ماشي دابا اللي غنفطر به، الخبز وزيت الزيتون فقط مع كويس قهوه باش نقدر نصحصح. ايوا البنات واحد الجلسه ماشي هيتكم فيها، واحد الجلسه بحال هكا جالسه كاريه شي دار وجالسه مفصله، ومع عمري هذا الفطور يمكن من زمان من زمان من زمان. ايوا اختي زعما فريمون الواحد يفيق بكري ويدير الفطور هكا ويفطر والله تا نعمه. ونفصل البحر، شوفوا شوفوا الغربي، الغربي ديال المكيف الله يخليكم، ماشي الغربي ديال لنا الشميشه والحراره. شوفوا الشميشه، سلام على البحر يا اختي، والله تا كاين الهبوب ديال البحر، والله هبوب زوين كي وصلني الهبوب ديال البحر. انا انفصل الدار الحمد لله عليها نعمه. نواره جارتي، نواره كي دايره نواره؟ غمنا نعيط لك نواره انفصل يا سلام. ايوا اختي جمعت صالوني كنت نعسال، هي جمعت الفراش صافي اختي، الشنطه ديال الخدمه. ايوا شرب كويس قهوه وانا معاك. بالنسبه بغيت الموضوع اللي نهضر عليه الله يجازيكم بخير، شفتوا قبل الفيديو اللي صورت البارح، يلا حطيته البارح، اليوم اليوم يعني اليوم شحال في الشهر؟ اليوم 17 البارح 16. فتواصلت معايا الاخت اسيا لا قبل انترفيو لا قبل صغير المغربي قفطه، فمشيت بالعكس ليه الشرف انا اي حاجه على نفسي او على بلادي فاكيد نكون انا الاولى. بالعكس الواحد اي حاجه يكون فيها لمسه او حاجه ديال بلادك فمنك تطلع انت اختي، الا جاتك شي حاجه مقابله او جاك شي تصوير او جاتك شي واحد بغى يسولك فاكيد كتجاوبيه بالفرحات او سيرتو ممكن تكون شي حاجه على بلادك. فما شاء الله كاين ماشي بعض الناس، ماشي الناس كلشي، ماشي كاع الناس، كنهضر انا بعض الفئه قليله اللي نايض كيجمعوا لي بالميساجات لا يا اختي وانتي وانتي القفطان. شوفوا البنات ما شاء الله انا كبرت وعشت في وسط الجزائريه، ما شاء الله مازال غنزل وغنعيط لهم دابا في التليفون غتسمعوا كلشي معايا بودنيكم بعينيكم. شوفوا حنا كشعب مع بعضياتنا، ولا تا خوت ولا تا كنبغيو بعضياتنا قسما بالله العلي العظيم. الناس والشعب راه كاين اللي عندهم احفادهم مغاربه في الجزائر والدين وكابرين وعندهم ولاد ولادهم، كاين ناس اللي عايشين جزائريين في المغرب كمثال، رجل عمتي رباني هو اللي رباني تقريبا، يمكن عنده انت اللي كتكتب الميساج هو عنده تاريخ في المغرب اكثر منك انت، يعني قبل ما تزيدي انت كان عايش في المغرب تقريبا ما شاء الله شي 36 عام ولا 37 عام. فبلا ما الواحد يجي يهضر وينوض الفتنه، كيقول لك انت كتنوضي الفتنه، فعادي حاجه كتخص بلادي فعادي نهضر عليها
والحاجه اللي ما ليا دخل ما ليا دخل، بالعكس وحنا خوت وحنا كنا شعوب مسلمين، كنا ايد وحده وكنا خاوه وكما، فعلاش انا غنوض نهضر على ديك الحاجه؟ ام انا شوف اختي دخلي لاباج ديالي، القناه ديالي، انا القناه ديالي ديزابونيتي من عندي ولا ما ديزابونيتش من عندي، داكشي شغلك. فانا القناه ديالي زايده كما نقولوا مخليها ابا كنخدم عليها، اما كنمشي لك انني نقول لك انا داخلها خدمه، ولكني ماشي انت راك ديزابونيتي من عندي اختي، راه غنموت او انني غيتقطع معيشي او انني ما غنبقاش ساكنه او غايد. بالعكس اختي داكشي هي لك حريه التعبير، فكل واحد فقين سبحان الله. بعد الذبابات الالكترونيه هي اللي كتنوض الفتنه، هما اللي اصلا نوضوا الفتنه. امور طيبه والحياه مستمره، وبالعكس حنايا من كانت جزائريين كيبغيو شي حاجه كيجيو يديوها من المغرب، وحنا كنبغيو شي حاجه ديالهم كنجيبوها، فعادي الامور طيبه، ما كاين حتى غرام ديال المشكل. فعلاش هاد الفتنه؟ وعلاش نتوما سيروا شوفوا ريوسكم؟ ولا وحده قالت لي نهضر على واحد اختي، انت سيري شوفي غير اصلك وفصلك منين جايه. مازال غصبري عليا وغنزل المغرب ونوريك اصلي فصلي منين جايه، وغنوريك نديك حتى العرق والجدر ديال با وجدي من فين كاين. فانت شوفي انت منين جايه، اما انا عارفه راسي منين جايه. وإلا ما نزلتش هذه الربع سنين المغرب، انا ما نزلتش لان عندي ظروف، كانت عندي امور، كانت الكورونا، ماشي غير انا اللي ما نزلتش، العالم كله ما كانش يسافر. فمن بعد الكورونا عندي اموري الشخصيه، عندي ظروف وباقي، والحمد لله ان شاء الله الا ما نزلتش غيجي واحد الوقت غنزل، ننزل طال الزمان ولا قصر غنزل، هذيك راه بلادي، ماشي راني حابسيني ولا محبوسه، لا بالعكس داكشي بغيت نزل غنزل من غدا للمغرب. حتى واحد ما غيشدني على بلادي، مش انني ما نزلتش المغرب راه ما راني ناكره اهلي. تي نقول لك دابا كنهضر مع امي 24 ساعه دايره على امي لابولمو، جيتي توريني انا اصلي وفصلي منين؟ فهاد الشيء من النوع اللي كينوض الفتنه. فانا بالعكس عندي خوتي وصحابي هنا في الامارات جزائريين، عندي مربيه معاهم، راه كنتي راكي كتعرفي وجده، كتعرفي وجده فين جات، وكتعرفي تقاليدنا وثقافتنا، وكتعرفي حدود ما بين الجزائر والمغرب، كتعرفي بورصاي السعيديه، كتعرفي مغنيه، كتعرفي دوك البورصاي اللي كتعرفيها بورصاي راك مغناوه حدا مغنيه، مغنيه اللي كتعرفي مغنيه، انا كنعرف كاع القنوته اللي تماك. هذه اول جزائريه غنعيط لها. سمعي اختي كيفاش حنا الشعب مع بعضياتنا، ماشي انني بغيت نوض الفتنه، ما عندي علاش نوض الفتنه، حنا كنا خاوه وكنا خوت. بالعكس ايا البارح انا درت التصوير، كملت التصوير مشيت تغديت عند مريم، كانت عارضه على صحاباتنا الجزائريين وضحكنا ونشطنا وعرفوني كنت نصور. والبارح درت انترفيو مجز. اهلا حبي، صباح الخير، كي راكي دايره؟ شخبارك؟ مليحه الحمد لله. شوفي كنصور فيديو في اليوتيوب، بغيت غير صوتك اوكي، فنسولك عادي؟ والله حبيبتي ان شاء الله ما يكونش بك غلط. البارح كنت درت تصوير وبعد الفئه ما نقولكش كلشي. انت منين اصلك؟ منين انت منها اصلا؟ انا جزائريه حبيبتي. شحال كتبغيني؟ ويلي نموت عليك. على فكره نحبكم انتم كاع، يعني المغاربه كلكم نحبكم. بس انا البارح مشيت درت واحد الانترفيو في على القفطان، فجاني واحد بعد ماشي كلشي غنقول لك، ولكني بعض الناس ما تقبلوش، ما نقولكش عايروني ماشي مشكل الله يسمع، ولكني بعض الفئه ما تقبلوش. فشنو بان لك انت؟ علاش ما يتقبلوش؟ عادي يعني ثقافات متبادله، انتوا عندكم القفطان احنا عندنا كراك وعندنا كلشي، يعني عادي مو مشكله. وزيد اصلا يعني شو هو المشكل بالضبط حسنا؟ المشكل ما والله ما عرفت، وحده قالت لي روحي شوفي اصلك عاد اجي هضري على القفطانيين. فانا بالعكس انا صورت، انت عارفه خدمتي كلها تصوير والسوشيال ميديا واعلانات، وشحال مره كنطلع في التلفزيون. انت منين كنتي من المتابعين؟ وتعقلي تعقلي الاسبوع اللي مشيت له انا وياك، اسبوع ديال من اللي ديتك معايا وفرحتي من ها؟ أه؟ الاسبوع الجزائري، وهلا ببعث لك الحنه الجزائريه، يعني انا صورت الحنه الجزائريه في اللي بات. تنزلي معايا للمغرب امتى؟ ايش فيهم الناس
عنصريه. حنا خوت حنا خاو. انا قلت لهم راجل عمتي ما نقولكش قدر اني متوحشه وقدر اني متوحشه عمتي ومربيه عمتي وكلهم جزائريين وعمتي مغربيه ومزوجه زوجته قبل ما نزاد انايا وكان حماقه لام وما اللي رباوني صراحه نموتوا في بعضنا. هنا في الامارات كثير متمسكين في بعضنا كثير. انا صحباتي كلهم مغاربه عندي كاع مشكله معاهم ولا عندي مشكله. بالعكس الحمد لله. وانت شحال معزتك عليا كبيره. بالعكس والله كنا اخوت. ف انت انسانه خدامه على راسك يعني انت انسانه خدامه على روحك تجيبي اللبسه الغاليه وتخدمي وكاع نحبوا نخدموا عندك باسكو بصح النيفو تاعك بزاف عالي على هذو لي كومونتير اللي راكي انت تشوفيهم. النيفو تاعك انت بزاف عالي ما شاء الله عليك. لا بالعكس حنايا بغينا نصحوا غير واحد المعلومه وما يكونش الفتنه لانني انا قالوا لي درتي الفتنه وانا بالعكس انا من داك النوع اللي ما نبغيش انني ندير الفتنه. بالعكس انني لا خرجت للشوارع او لا خرجت لشي بلاصه وسولت على القفطان من اي بلاد فبالعكس عادي. بالعكس حتى انا الى واش انا نقولوا يعني كمثال انا لو لبست لبسات المسانيه وخرجت بها في الشوارع وقلت لهم هذه لبسه مغربيه انت غترضايا؟ لا صح طبعا مش ضايع. هو شوفي هو احنا ثلاثه احنا عندنا في وجده اللبسه التلمسانيه كيلبسوها العروس وكنقولوا لها اللبسه التلمسانيه معروفه عندنا في المنطقه الشرقيه في المغرب. جايه من تلمسان صح؟ جايه من تلمسان كنقولها اللبسه التلمسانيه. سوري اخويا العمي انا عبد الرحمن اجاوبني عمي حشته هي اللي رباتني. الو الو كي دايره عمتي؟ لاباس عليك؟ كراكي مع الصحه مليحه؟ وياه لاباس. ومن قلتي لي الا جيتي تعيدي معايا غنشري لك حولي وانايا ما كيجينيش النعاس. ايوا جيتي صاحبي قطعتي ولا لا؟ لا باقي يا عمتي الله دعي معايا. وخالتي غي قلت لها خالتي عمتي غي انا اللي شوفي حداك عمي عبد الرحمن. لا لا ما كايناش مشى عمتي. بغيت نسولك داير واحد الفيديو في اليوتيوب كنت صورت البارح درت واحد الانترفيو ولبست القفطان وكيسولوني وكنسول الناس في الشارع القفطان من اي بلاد. امتي عندها حانوت. الو واحد الفاكهه تبيع. شوفي عمتي كنصور فيديو دابا في اليوتيوب والبارح كنت صورت على قبل القفطان كان عندي واحد التصوير في واحد الاخر عيطوا لي سولت الناس في الشارع على القفطان من اي بلاد. انت رباتني وراجلها رباني من اي بلاد عمتي انت راجلك؟ غريزان. وغريزان فين جايه؟ عمتي انايا عمتي شكون اللي رباني انايا وفين كبرت وفين عشت؟ وعشتي عندنا وكبرتي عندنا وكلشي عندنا وقول لهم غيلي زاني وبنتو غيلي زانية كانت اختي قول لهم بنتو اختي كنت مربي انا وياها. فالبنات هادي هي شديت مع صاحبتي الهضره بقينا نهضروا قالت لي انت تشافوا هادي ف وعاوتاني عمتي شديت مع الهضره شتي راه باغيني نجي للمغرب غيمتى تقول لي امتى تدخلي للمغرب فهادشي اللي كاين. قالت لي ادخلي ندوح لك نطبح عليك حولي. ايوا الواحد ظروف وكل واحد وعالم بنفسه حتى واحد ما عالم بالاخر. لا انا عالمه بيك ولا انت عالمه بيا ولا انت ولا حنا عالمين على 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 حد اخر. فالكونسيبت نتاع هذا الفيديو او الميساج اللي بغيت نوصل الواحد ما يديرش الفتنه. وبالنسبه كل واحد وثقافته وكل واحد وتقاليده وكل واحد وعاداته فبلا من ديك الفتنه والتخربيق هذه ديالي هذه ماشي ديالي. الناس راه كيبنيو الابراج ووصل القمر حنا عاد بقاو هذه لا ديالي هذه ديال كل واحد وباين كل واحد وشنو ديالو. ان شاء الله مازال نديكم معايا المغرب ونديكم معايا للشرق والغرب ونديكم معايا الوجده ونديكم معايا للسعيديه والحدود ما بغيت نديكم ان شاء الله وتعرفوني مزيان وشكون انا ومنين جايه. اللي ما كيعرفنيش كيعرفني في الامارات وفي نكافه. فان شاء الله غننزل المغرب كيحنا لي الله وغنزل غتعرفوا منين اصلي ومنين وفين جايه ونوريكم حتى فين زاديت وفين كبرت. وجيكم انا نهايه الفيديو الله يدي النفوس كنحمق عليكم واللي
اللي ما عجبوش الحال داكشي شغله كيبقى الراي ديالو. بالعكس انا في هذا الفيديو توضيح فقط، واللي ما يعجبو الحال وكيبغيني حتى انا كنحماق عليكم فقولوا لي في لي كومونتير. اللي كيبغيني يقول لي كنبرك اللي كيكرهني ويقول لي كنكرك، انا ما نمسحش الميساج نخليه لكم، خليه مش عارف اللي كيكره. بص عليكم كبيره وكنبغيكم كلكم وكنحماق عليكم كلكم. حنا كنا امه واحده، امه اسلاميه، كنا كنقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يهدي النفوس. يلا بس عليكم كبيره.